من المتوقع أن يلتقي سفيرا السعودية وإيران في بغداد بعد عطلة العيد لاستكمال المشاورات والنقاشات التي انطلقت منذ فترة قصيرة لتسوية كل الملفات والخلافات بحسب مصادر لوان نيوز. وتستمر هذه اللقاءات الدبلوماسية بين البلدين تمهيدا لعقد الاجتماع الرباعي الذي يجمع العراق والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإيران. وقال المصدر إن التقارب الحاصل بين الجانب التركي والسعودي والمصري أخر نوعا ما المحادثات وحالة التقارب الحاصلة بين السعودية وإيران. المصدر أوضح لوان نيوز في عطلة العيد سيتبادل الجانبان الإيراني والسعودي رسائل التهاني كخطوة أولى تمهد للقاء مرتقب يجمع السفيرين الإيراني والسعودي بالعاصمة بغداد لترتيب وترطيب الأجواء بين الطرفين لتهيئة عقد المؤتمر الرباعي الذي يحضر فيه العراق وإيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. المصدر أكد أنه سيتم في هذا المؤتمر مناقشة جميع الملفات من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم أو إبرام اتفاقية بين الجانبين، مبينا أن ملامح هذا المؤتمر ستتضح بعد عطلة عيد الفطر ولقاء السفيرين الإيراني والسعودي في بغداد. ويسعى العراق من خلال تبنيه للوساطة بين السعودية وإيران إلى تخفيف حالة التوترات بين الخصمين البارزين في الخليج العربي، في وقت تحتاج هذه الجهود إلى دعم هادئ من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزز من الاستقرار في المنطقة.